السلام عليكم. محاضرة المناعة البارت الثاني بالإنترودكشن. مثل ما أخذنا إحنا بالمناعة تندرس الإنترودكشن، أخذنا محاضرتين، المحاضرة الأولى وهاي المحاضرة الثانية بالإنترودكشن. زين، هذه المحاضرة كن نركز على شغلة، بما أنه هي إنترودكشن يعني هي جنرال، يعني الطالب كن يعرف شنو يقرأ بيها، يعني مو يظل محتار. هاي محاضرة تعريفية، يعني الدكتور ترى دا يعرفك، راح يعطيك مجموعة أشياء راح يعرفك عليه هاي الأشياء فقط، فأنت كنت تعرف الغاية حتى مدوا، هاي كلش مهمة. جيد، هنا أنا حطيت هذا السلايد بمخطط، هذا المخطط كلش مهم، أريد أوصل منه فكرة. جيد، هذا السلايد كلش حيفيدنا بالمحاضرة، فأريد كلش يعني نحفظه زين. شنو هذا السلايد؟ السلايد يسولف على أنه المناعة الموجودة بجسمنا، المناعة اللي موجودة عندنا نوعين مثل ما نعرف، اللي هي الفطرية اللي هي innate immunity، وأكو المكتسبة اللي هي adaptive immunity. جيد، الفطرية والمكتسبة، هذه شنو؟ الفطرية هي الخط الأول الدفاعي، هاي موجودة عندنا من أول ما انخلقنا، أول ما يجي الإنسان للدنيا عند هاي المناعة، وهاي المناعة بشنو متمثلة؟ متمثلة بعدة عوامل هسه نسولفها. هاي المناعة الفطرية هي خط الدفاع وخط الصد الأول تجاه الجراثيم والمايكروبات، هي أول واحد راح يدافع عنك. إذا المايكروب قدر يتجاوز هذا خط الدفاع وقدر يتجاوز على المناعة الفطرية، راح ينتقل إلى المناعة المكتسبة، والمناعة المكتسبة هي اللي راح تواجهه. شلون أنت لما يهجم عليك غازي بالبداية يواجه الجنود بالحدود، إذا جاوزهم يدخل جوه، ومن يدخل جوه راح الدولة تدز له قوات خاصة. إذا قوات الحدود هي النت اميونيتي الفطرية، الخط الدفاع الأول، ومن يتجاوز الحدود الدولة تدز له قوات خاصة اللي هي الأدابتف اميونيتي. جيد، هذا كله ندري به، بس أنا شو أريد أقول؟ أريد أقول هذا النت اميونيتي بشنو تتمثل؟ الانيت اميونيتي تتمثل بعدة ميكانيزمز، بعدة ميكانيكيات. فهنا يسولف لك الميكانيزم اجينست الانفكشن، شنو هاي الميكانيزمز الموجودة بالانيت اميونيتي بحيث تخليه ضد الانفكشن. هاي الميكانيزمز عبارة عن ثلاث كاتيجوريز، ثلاث مجاميع حتى واحد يحفظها. ان هذا السائد حافظه مثل اسمي، لان هذا يلخص لكل المناعة الفطرية، كل الانيت اميونيتي. من تريد تتذكرها كنت ذكرها على هذا المخطط. فنقول الانيت اميونيتي بها ميكانيزم، ذن الميكانيزم نحطها بثلاثه كاتيجوريز، بثلاثه مجموعات اللي هي اوتونوميك باريرز وسيلولر كومبوننت والهيومرال كومبوننت. خليها بثلاث مجاميع مثل ما موجوده بالجدول. شنو الاوتونوميك باريرز؟ الاوتونوميك باريرز مثل عندي اشياء ميكانيكال. ميكانيكال يعني شنو؟ يعني مثل الجلد، الجلد هذا يعتبر مناعه. جيد، الميوكوس ممبرين مناعة، بس هذا شنو؟ هذا ميكانيكال، يعني فتشي ميكانيكي، فتشي موجود اناتومي تشريحي ميكانيكي، مثل الجلد ومثل الميوكوس ممبرين. هذا همين يحمينا ضد الميكروبات، بحيث الميكروب إذا موجود على جلدي مو بالضرورة يدخل جوه، فهذا يعتبر أيضا حماية. وأكو كيميكال، كيميكال مثل شنو؟ مثل كيميكال الله حاطه إلي طبيعي هم يحميني، مثل شنو؟ مثل HCL مال المعدة، الحامضية مال المعدة هم تعتبر مناعة، الله خالقها عندي، هي أيضا راح تحمينا ضد الفيروس ضد البكتيريا، فمن تجي البكتيريا راح تموت بهاي الأتسي الله العالية الموجودة بالمعدة. ومثل بيولوجيكال، بيولوجيكال مثل شنو؟ بيولوجيكال مثل النورمال فلورا، أني على جلدي موجودة نورمال فلورا، بكتيريا طبيعية موجودة على الجلد، هاي البكتيريا الطبيعية تحميني. شلون تحميني؟ تحميني عن طريق أنه إذا أجاني بكتيريا ثانية تسوي لي عدوى، طبعا هاي النورمال فلورا ما تسوي عدوى، هي بكتيريا صديقة مصادقة الإنسان، الإنسان يستفاد منها وهي تستفاد من الإنسان. شلون واحد يستفاد من الأخ؟ كالآتي، أنه من يجيني بكتيريا تسوي انفكشن، بكتيريا خبيثة وتجي تريد تدخل الجسمي، ما راح تلقى غذاء، لأن البكتيريا الصديقة هي راح تأكل كل الغذاء، فذيك البكتيريا الخبيثة تظل جوعانة وتموت من الجوع، فهاي البكتيريا الصديقة راح تحميني بهاي الميكانيكية. وأكو ميكانيكية ثانية أيضا تنافسها على المكان، فهاي كلش مهمة، هاي كلش مهمة. هذني الأناتوميكال باريرز. أكو عندي السيلولر باريرز، سيلولر كومبوننتس أو باريرز ما يخالف. شنو هاي السيلولار؟ السيلولار يعني خلايا الله خالقها طبيعية بجسمي تحميني ضد
الميكروبات وهاي خط الدفاع الأول مثل النيتروفيلز، خلية النيتروفيلز، الناتشرال كيلر، الإيزينوفيلز والمونوسايت أو الماكروفاج. ذني بس أنا أعرفهن أنه ينتمي للإنيت إميونيتي، وأكو جدول بعدين أدزه أيضا نحفظ كل وحدة والمن تقتل. بس هسه ما أريد أنا أدوخ بهاي الشغلة، بس أريد أعرف أنه أكو أيضا سيليولار، خلايا متخصصة بهذا الجهاز هي تمثل مناعة فطرية مثل نيتروفيل، ناتشرال كيلر، وإيزينوفيل ومونوسايت. جيد، المكون الرابع هو الهيومرال. الهيومرال ثلاث أشياء ذني يكون أنا أحفظهن، وهو محاضرتنا اليوم تحكي عن الهيومرال. محاضرتنا اليوم تحكي عن الهيومرال، لأن ذيك المحاضرة السابقة الدكتور شرح هاي ذيك المحاضرة وشرح هاي الدكتور، ومحاضرة اليوم تحكي عن هاي. إذن أنا كل هاي المقدمة حتى أوصل لك وين إحنا نريد نسولف. نعم إحنا يا عزيزي نريد نسولف هنا، إحنا نريد نسولف بالهيومرال. هذا الهيومرال بثلاث أشياء: كومبليمنت وكواجوليشن سيستم وسايتوكاينز. احنا راح نبدا نسولف وحده وحده، راح ندش بالسايتوكاينز نخلصها ونطب على طول بالكومبليمنت اللي هو المتمم او المكمل، نوب بالكواجوليشن. هسه انا ما اريد استعجل، راح نجي ناخذهن وحده وحده. زين، كل هاي انترودكشن مهمه حتى احنا تكون عندنا خارطه ذهنيه عن الموضوع اللي راح نسولف عليه. هذه هي مراجعة حطها الدكتور، يشرح لك الانيت اميون سيستم، الكومبوننتس مال البلاد، شنو موجود بالبلاد. قال لك بالبلاد كانيت اميونيتي، لاحظ مو كادابتك، كانيت اميونيتي موجود بالبلاد مالتي، موجود الوايت بي سي اللي قلنا خلايا اللي هي سيلولار اللي هي نيتروفيل مايكروفاج، ذني قلنا هن سيلولار موجودات بالبلاد. زين، بعد شنو اشياء موجوده بالبلاد مالتي بس تمثل انيت اميونيتي همينه بس هي مو خلايا؟ اقول لك موجوده اللي هي سايتوكاينز وكواجوليشن سيستم وكومبليمنت سيستم. هو هذا اللي راح نسولف عليه، بحيث الدكتور حاط حوله خط احمر يقول لك هذا راح نسولف عليه. كلش ممتاز. زين، فهذا حاط عليه صح، يعني سولفنا عليه المحاضره السابقه صح، وهذا راح نسولف عليه اليوم. مكونات موجودة بالدم تمثل innate immunity. طبعا احنا ذيش محاضرة الاولى الدكتور اخذها innate immunity وهاي innate immunity، وبعد عندنا المحاضرة الجاية راح يسولف عن adaptive immunity. زين، هنا انا اول موضوع بدأ بي اللي هو cytokines، احنا مو قلنا بي cytokines كويلين شوي لاخره، فراح نبدأ بالcytokines كاول كاتيجوري، كاول موضوع نسولف عن cytokines. شنو cytokines؟ خلنا نبدأ نسولف عن cytokines. شوف عزيزي، احنا البشر، انتبه بالكلام، ما لك علاقة بالكتابة والصورة، انتبه بس الكلام، هاي الصورة اشرح لي. احنا البشر شلون نتواصل ويا بعض؟ نتواصل ويا بعض عن طريق الكلام، او نتواصل ويا بعض عن طريق مسج على التليجرام، على انستغرام. واحد يريد يتواصل ويا الثاني يدز له مسج بالتليجرام او بالانستغرام. زين، او بيناتنا نحكي عن طريق الكلام الالفاظ. زين، هذا الخلايا الموجودة بجسمي، الخلايا المناعية تتواصل ويا بعض ذو ما تتواصل؟ نعم أكيد تتواصل، سيستم كامل. تواصلها شلون يصير؟ هل هي تحكي؟ لا ما تحكي. شلون تتواصل؟ تتواصل عن طريق رسائل، الدز رسائل. هاي الرسائل احنا نسميها سايتوكاينز. إذا ما هو السايتوكاينز؟ نقول للسايتوكاينز هي عبارة عن رسائل بين الخلايا، هاي الخلايا تتواصل عن طريقها حتى تنظم شغلها. ببساطة أخذ الأمور بسمبل، ببساطة، السهل ما استسهلت والصعب ما استصعبت، فأنت أخذها ببساطة. شوف الآن شنو عندك، عندك هذه خلية، هاي خلية مناعي، هاي خلية دم بيض. شوف رسلة ذن، شوف هن البيض، هاي الصورة كلش حلوة، ذن البيض هذن هن رسائل تطلع من الخلايا، هاي الخلية دزت ذن رسائل البيض، شوف هاي انتشرت وراح تروح الخلية مناعية ثانية، شوف راحت لهاي الخلية المناعية وقالت لها هيك وهيك نريد منك. فمثلا هاي الخليه المناعيه تدز ذني الرسائل ان سايتوكاينز، تروح لهاي الخليه وتسوي لها مثلا تنشيط اكتيفيشن، او لا مره تجوز تغير من وظيفتها تخليها تكبر، او هاي الخليه المناعيه تدز سايتوكاينز وتروح لهاي الخليه تقول لها يا خليه تكاثري تكاثري. احنا بغض النظر عن الرساله، احنا شغلنا مو بالرساله، بس نريد نوضح معنى السايتوكاينز بعدين نعرف شنو وظيفتها. اذا مثل ما تشوف بالصوره قبالك، هذه هي خلية، شوف مناعية، لما نجيها inducing stimulus فالتحفيز معين، مثلا تجي بكتيريا تسوي لها stimulus تحفيز، فهاي الخلية شنو راح تسوي؟ راح تسوي cytokines synthesis. شوف cytokines synthesis
يعني يصنع السيتوكاينز، يصنع السيتوكاينز. مثل هنا بكتيريا سوت ستيمولس لها الخلية، فأكو جين بداخل الخلية يصنع سيتوكاينز ويفرزه. فمن ينفرز هذا السيتوكاين راح يروح الخلية ثانية يلقى إلى مستقبل ريسبتر، يرتبط ويا هذا الريسبتر ويصير سيجنال داخل الخلية، يصير مجموعة تفاعلات داخل الخلية، وهاي مجموعة التفاعلات تنتهي بتصنيع جينات معينة، مثلا تصنع بروتينات، تصنع أسلحة لهاي الخلية، وهاي الخلية راح تسوي بيولوجيكال إفكت، راح تسوي تأثير معين. يعني إجان ستيميولس بكتيريا مثلا الخلية، هاي الخلية صيعتها سيتوكاينز، طلعت رسائل راحت للخلية الثانية، الخلية الثانية سوت تأثير، التأثير مثلا تجي لهاي البكتيريا وتقتلها. تمام، كلش بسيطة. فهي small proteins secreted by cells of immune system، هي بروتينات صغيرة تنفرز عن طريق الخلايا المناعية، كلش بسيطة ندري بيها. effect ها البيهيفرز مال other cells، هذه السيتوكاينز من تروح للخلايا الثانية تغير البيهيفرز مال هاي الخلايا، يعني تغير السلوك مال الخلايا. يعني شنو تغير السلوك مال الخلايا؟ يعني أنا خلية مناعية انصبت بفيروس، فدزيت رسالة اللي هي سيتوكاينز الصديقة الخلية المناعية، هاي الرسالة من توصل لصديقة الخلية المناعية الثانية راح تأثر على سلوك صديقة الخلية المناعية. شلون تأثر على سلوكها؟ تأثر على سلوكها عن طريق مثلا هاي الخلية المناعية الثانية راح تتكاثر تزود عددها، أو هاي الخلية المناعية الثانية اللي اجتها الرسالة راح تصنع أسلحة معينة وتجي تقتل هذه بكتيريا. هو هذا معنى البيهيفرز، تخير البيهيفرز مالتها السلوك مال الخلية الثانية. جيد، سيجنالينج مولكيولز هي جزيئات عبارة عن رسائل، كي بلايرز ان انيت اند اكوارد اميونيتي، وهي اللاعب الرئيسي بالمناعة سواء الفطرية والمكتسبة. نعم ندري ان هي راح تنظم. زين هذه السيتوكاينز شلون افرازها؟ شلون يصير بيها انواع؟ شوف عزيز انتبه، راح اشرحنا على هاي الصورة. هذه السيتوكاينز يا اما كلش بسيطة ما يراد لها شيء، يا اما هاي السيتوكاينز يسموها اوتوكراين اكشن، لها اوتوكراين اكشن. يعني شنو اوتو؟ يعني تلقائي، كراين يعني تطلع سيتوكاينز، اوتو يعني ذات. يعني شنو ذات؟ يعني هي راح تطلع سيتوكاينز، وهذا السيتوكاينز يجي نفس الخلية يقعد على ريسبتر موجود عليها وهمنا يغير سلوك الخلية نفسها. أوتو يعني الخلية نفسها تطلع سيتوكاينز، والسيتوكاينز يأثر على نفس الخلية طلعته. كلش بسيطة ما يراد لها شيء، اسمه أوتو إكران. يجيب لك MCQ يقول لك ذا أوتو إكران ويعطيك اختيارات تقول له effect same cell، بسيطة جدا. أكو اسمه بارا كران، بارا يعني مجاور، كران يعني راح يفرز سيتوكاينز، يعني خلية، هاي خلية تطلع سيتوكاينز، السيتوكاينز يروح يرتبط على ريسبتر موجودة على خلية مجاورة، خلية مجاورة جيران هاي الخلية. أها ما يراد لها شيء، هذا بارا. وأكو النوع الثالث هو إندوكراين. إندو يعني شنو؟ إندو إحنا مثل ما نعرف معنى الإندوكراين، يعني هاي الخلية تطلع سيتوكاينز، وهذا السيتوكاينز يروح عن طريق السيركوليشن يعني عن طريق الدم، يروح الخلية بعيدة مكان ثاني ويرتبط بريسبتر ويغير من سلوك هاي الخلية. إذا إحنا نعرف نتيجة السيتوكاينز هو تغيير السلوك، بس مرة يغير سلوك الخلية اللي بصفه نسميه باراكراين، مرة يغير سلوك نفس الخلية طلعته نسميه أوتوكراين، مرة يغير سلوك خلية أصلا بعيدة جدا عن طريق الدم يروح نسميه إندوكراين. كلش بسيط ما نريد نطول بيها. خلصنا هذا السلايد، نعبره. هذه بسيطة جدا، معلومات أغلبها معادة، هي كيميكال مسنجر ندري بيها، سمول بروتين ندري بيها، سوليوبل ميدياترز إذا هي ذائبة بالدم، طبعا هي راح تمشي عن طريق الدم، لازم تكون سوليوبل ميدياترز، لازم تكون ذائبة، لو انسوليوبل كان ما قدرت تمشي بالدم. بسيطة جدا. produced by virus type of cell، تنفرز عن طريق مجموعات متنوعة من الخلايا، ندري الخلايا المناعية كلها تنفرز سيتوكاينز. mediate وregulate الاميون ريسبونس، شنو وظيفة هذه السيتوكاينز؟ هي وظيفتها انه هي تنظم عمل الاميون سيستم، وايضا هي mediate رسائل بين خلايا المناعية. مثلا شنو هذه الوظائف اللي تسوي؟ مثلا طينا مثال محمد حسين الريد، يقول لك مثلا الجروث، مثلا هي تروح الخلية ثانية فمن ترتبط بيها تخليها تصير لها growth تنمو، او differentiation تسوي تمايز، تمايز زين، او activation خلية مناعية
ما بيها اكتيفيشن، ما متنشطة، إلا يجيها رسالة سايتوكاينز يلا يصير لها اكتيفيشن. هذا مثلا. أو كيموتاكسس. كيموتاكسس يعني شنو؟ يعني جذب. شنو يعني جذب؟ يعني هاي خلية مناعية، شوي الاميون سيستم يراد له ايماجينيشن، تخيل. باوع هذه خلية مناعية، اجتك بكتيريا، هذه بكتيريا، هاي البكتيريا تواجهت ويا هاي الخلية المناعية، فهاي الخلية المناعية راح تفرز سايتوكاينز، هذا السايتوكاينز راح يروح الخلية مناعية ثانية، ها فيجذبها لهاي الخلية. اذا هو عبارة عن كيموتاكسيس، جذب. عرفت شلون؟ فشون الكلب مثلا يشتم الريحة ويوصل للحمة، هذا السايتوكاينز نفس الشيء، هي يصير كيموتاكسيس، كيموتاكسيس جذب. فهاي الخلية المناعية ايش مدريها مكان الإصابة؟ ما فد يوم سألت قلت الخلية المناعية ايش مدريها اكو بكتيريا بفلان مكان وتجي لهذا المكان وتقتل البكتيريا؟ اقول لك الخلية المناعية درت بوجود البكتيريا عن طريق شيء اسمه سايتوكاينز. مثلا انا هذا مكان معين ببكتيريا، فهنا اكو سايتوكاينز تفرز الخلايا المناعية الموجودة هنا، تجيب خلايا مناعية من غير مكان تشتم الريحة وتجي لهذا المكان وتقتل البكتيريا، هو هذا سايتو يسموه كيموتاكسيس، جذب. بسيطة سمبل، ما يراد لها شيء، ما أرد أطول حتى ما أخذ وقت بعد أكثر. وأيضا إنهانسد السايتو توكسيسيتي، أيضا تحسن أيضا من سمية الخلايا المناعية، أيضا تخلي الخلية المناعية شرسة أكثر. هسا أجي جاي أسجل محاضرة حبيبتي، هسا أجي صحوني على العشاء. زين نكمل، ما عندنا شيء. انهانسد سايتوتوكسيسيتي يعني الخليه مثلا تزيد شراستها، على قولة دكتور ستار تصبح اكثر ضراوه، تصير بعد ضاريه اكثر، قويه اكثر. جيد نكمل. which cells release cytokines؟ زين هذا السايتوكاينز محمد حسين ده سولف عليها، انت صار لك ساعه، شنو هي الخلايا اللي تفرزها؟ نقول لك all cells of immune system secrete cytokines، كل خلايا المناعيه تطلع cytokines. فالcells of immune system اللي تطلع cytokines شنو هي؟ مثلا نيتروفيلز ايضا تطلع، مايكروفاج تطلع، تي ال ار ايضا تطلع، ناتشرال كيلر تطلع، لنفوسات كلها تطلع cytokines. وهنا انا كل وحده كاتب لك مثلا ايش وقت تطلع، هذا كتير introduction يعني، بعدين هذا الموضوع ترى ناخذه بالتفصيل. نعم وندرسه ايضا بالباثولوجي، وحتى السيتوكاينز شلون ينصنع راح ندرسه بالباثولوجي ان شاء الله، موضوع inflammation الالتهاب. جيد. فمثلا النيتروفيلز ايش وقت تصنع السيتوكاينز؟ وين لما تتواجه ويا الباثوجين. هذه النيتروفيل جاي تمشي بامان الله وفجاه تواجهت ويا باثوجين، مثلا ويا بكتيريا او فيروس. كلمة باثوجين معناه كائن حي يسبب مرض، وهذا معنى الباثوجين. شون كائن حي يسبب مرض؟ مثلا بكتيريا أو فيروس. نعم نرجع لموضوعنا. فنيتروفيل جاي تمشي بأمان الله وشافت باثوجين مثلا بكتيريا أو فيروس، فهاي النيتروفيل راح تطلع ميدييترز، راح تطلع سايتوكاينز. جيد. الماكروفيج أيضا نفس الشيء لما تواجهه باثوجين. التي ال ار ها لما ترتبط ويا مايكروب او جزء من مايكروب، مثلا خليه تي ال ار هاي لما ترتبط ويا مايكروب، يجي مايكروب ترتبط ويا او لا جزء من المايكروب، فايضا راح تطلع سايتوكاينز. بسيطه جدا سمبل. ناتشرال كيلر ايضا لما تتواجه ويا مايكروب او خليه مصابه او تيومر سيل، مثلا هاي النيتروفيل ناتشرال كيلر اجت جاي تمشي بامان الله وشافت نسيج ب تيومر سيل، فراح ايضا تطلع سايتوكاينز حتى تصيح خواتها الثانيات ويجيني قلت لها هذا التيومر، او شافت خليه بيها فيروس، خليه صايبها فيروس، فايضا تطلع سايتوكاينز. بسيطه. واللمفوسايت وين ذي ار اكتيفيتد، لما تتنشط ايضا تطلع سايتوكاينز. بسيطه ما يراد لها شيء. زين example of cytokines، هو ذكرت كلمة بسيطة بس هيها introduction يعني فشي تعريفي general، نخلي بالنا يوسع أفقنا ونتخيل imagination، وبعدين راح ناخذ بالdetails بالمحاضرات القادمة. زين نكمل. example على cytokines، مثل شنو هاي cytokines؟ هاي cytokines ترى هي مصطلح عام يشمل مجموعة من الأشياء. شنو هاي مجموعة من الأشياء؟ مثلا interferon هذا يعتبر سايتوكاينز. شنو الانترفيرون؟ هسه راح نسولف عنه.
انترلوكين هذا ايضا يعتبر سيتوكاينز، كيموكاينز، الجروث فاكتور الى اخره، تيومر نكروز فاكتور الى اخره، هاي كلها سايتوكاينز. وترى هاي بالباثولوجي راح ناخذها بالتفصيل هنا، انا بس اريد اعرفك عليهن، يقول لك يا بذن نتعرف عليهن، خلي اعرفك عليهن، بس بالباثولوجي راح ندرسهم بالتفصيل كل وحده شو تسوي، وحده تروح لفلان مكان، وحده تروح فد عمليه تخبلها، حتى تفيدنا بالادويه بموضوع اسمه اتوكويتس بعدين تاخذ ان شاء الله بالفارماكولوجي. جيد عزيزي، جيد. فهذا بس اطلع عليه تحفظه، بعدين راح نحفظ وياك شوي شوي، راح تحفظه ويتكرر عليه زين. السيتوكاينز نوت انتي